ظروف اللي مر بيها المنتخب الحالي اعتقد لم يتعرض ليها منتخب من قبل، وانا ما بقولش الكلام دوت عشان تبقى مبررات، لكن احنا ما لقيناش الفتره اللي فاتت، يعني بالرغم ان احنا كنا في اوقات اما بنظهر وهي اوقات قليله جدا بنتكلم عن المشاكل اللي عندنا، بنتكلم على الصعوبات اللي احنا واجهناها، وبعد فتره الاقي نفس الاسئله تاني ونفس الكلام بيتكرر تاني. يعني في انجاز للكره المصريه بوصول الاهلي والزمالك للنهائي الافريقي، فدي نقطه ايجابيه كبيره جدا للكره المصريه. ان شاء الله باذن الله يعني الكلام ده يترجم بقى للشيء الاكبر والاسم الاكبر وهو منتخب مصر. يعني عشان نتكلم بمنطقيه، المباراه يوم 27 ممكن كان تاثيرها يختلف، لو كانت المباراه يوم 6 كان ممكن هيبقى تاثيرها مختلف شويه، لكن اعتقد ومتاكد، مش بعتقد انا متاكد، في الوضع الحالي المفروض المعنويات تبقى عاليه جدا، المفروض يعني المعنويات دي تنعكس على المرحله اللي احنا فيها وعلى منتخب مصر. يعني احمد فتحي لعيب كبير ولعيب مميز، لكن احنا حساباتنا كلها حسابات فنيه، يعني حسابات فنيه وخاصه بالمرحله الحاليه وخاصه بالمستقبل وخاصه بحاجات كتير، فهي دي الحسابات بتاعتنا. لكن لو اتكلمنا عن احمد فتحي هو لعيب كبير طبعا، ومشواره مع الكوره بشكل عام مشوار مميز يعني، لكن انا بقول على حساباتنا هي خاصه بنواحي فنيه، خاصه بالمرحله الحاليه والمرحله اللي بعد كده. اذا كنا احنا في خطواتنا بنحاول نبني جيل زي جيل بتاع احمد فتحي وغيره اللي هو الجيل المميز، فدي هدف من اهدافنا بنحاول نعملها. لكن انت بتتكلم على لعيب يعني مميز احمد فتحي، تسال على كهربا وارد جدا، انا عندي المباراه الاولى وارد جدا زي ما انت قلت، لسه يعني عرفنا حاله طاهر محمد طاهر امبارح وبنشوف حالته ايه تمام، ممكن يبقى كهربا موجود. مفيش لعيب مش محتاج شغل، لكن لما يبقى عندك قدرات زي قدرات مصطفى محمد، عنده قدرات عاليه جدا وعنده امكانيات عاليه جدا، ولسه ما استخدمناش الكلام دوت او هو ما استخدمش امكانياته العاليه دي لفرقته او المنتخب مصر، يبقى اكيد احنا زي ما بنقول مصطفى محمد ممكن يبقى افضل من كده بكتير، عنده قدرات عاليه جدا، عنده امكانيات عاليه جدا، والدليل زي ما بنشوف. ويمكن تصريحاتي دي برضو وانا ملاحظ من بعد ما قلت التصريحات دي مصطفى محمد كان بيحاول برضو بشكل مختلف شويه، يبقى كانت التصريحات ايجابيه، واي لاعب بيبقى محتاج شغل. احنا بالنسبه للشغل الاداري سريعا، احنا هنخش المعسكر ان شاء الله يوم 9، مرة من 9 ل 13 في استاد القاهرة إن شاء الله، هنبقى مثبتين الميعاد الساعة 6:30، أنتوا عارفين المباراة هتبقى الساعة 9 إن شاء الله، هنخلص المباراة بإذن الله وهنرجع الفندق هنتعشى سريعا كده، قبل بس ما الإجراءات تخلص إن شاء الله معانا طيارة خاصة هنسافر على توجو، هنتمرن هناك تمرينة خفيفة يوم 15، ده هتكون في ملعب ترتان جنب الفندق الإقامة على طول، 16 التمرينة الرئيسية على ملعب المباراة. 17 ان شاء الله هنلعب المباراه الساعه 4 بتوقيت توجو، 6 بتوقيت القاهره، وان شاء الله باذن الله نرجع، وان شاء الله نبقى نرجع منتصرين باذن الله. احنا واثقين في اللعيبه بتاعتنا وان هم طول ما هم بيبقى في مستواهم احنا ما بنخافش من اي حاجه خالص، وزي ما بقول لك احنا هدفنا ان شاء الله في مباراتي توجو ان احنا عايزين نكسب ان شاء الله المباراتين باذن الله ونرجع لصداره المجموعه، لان طبعا النتائج انت عارف البدايه تعادل مع كينيا، تعادل مع جزر القمر، ما كانش طبعا على طموح الجهاز ولا طموح اللعيبه ولا طموح الجمهور ولا اي حاجه خالص، وان شاء الله منتخب مصر لازم يبقى في مكانه.